والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الصلاة والسلام على المعلم الأول صلى الله عليه وسلم، معلم الأساتذة، وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سيدي ومعلمي وأستاذي فضيلة الشيخ المربي حفظكم الله ورعاكم، أبناء الشيخ الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. سيدي، نيابة عن إخواني نقباء الحلقات، أتقدم إليكم وأنا أصغرهم فضلا بالتحية بمناسبة عيد المعلم العربي. هذه المناسبة الغالية على قلوبنا، نقول لكم فيها كل عام وأنتم بخير من قلوب مشرفة بحبكم، سعيدة باللقاء معكم. سيدي، عندما أهمل قدر المعلم ونسي فضله، جعل هذا العيد في السنة مرة ليتذكر الناس فضل معلميهم، وهذه هي قمة العقوق. إذا كان لا يذكر فضل المعلم إلا مرة واحدة في العام، أما أنتم يا سيدي فنحن معكم في كل يوم في عيد، وفي كل ساعة في عيد، وفي كل دقيقة وثانية في عيد، في كل نبضة من قلبكم الذاكر لنا عيد، بكل حرقة منكم علينا لنا أعياد، وليس عيد واحد. في هذه المناسبة اسمحوا لي يا سيدي أن نتوجه إلى المعلم الأول، إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقول جزاكم الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمة رسوله، وخير ما جزى رسولا عن أتباعه. ونتوجه يا سيدي إلى سماحة شيخنا فنقول جزاك الله عنا خير الجزاء، خير ما جزى مرشدا عن إخوانه. أعلى الله مقامك في المقربين، ورفع درجتك مع النبيين، وجمعك بسيد المرسلين، وجمعنا معك في الفردوس الأعلى يوم الدين. وأنتم يا سيدي نقول لكم في هذا اليوم جزاكم الله عنا خير ما جزى معلما مربيا مرشدا عن أمة نبيه، وأدام الله عليكم وعلى عائلتكم الكريمة الصحة والعافية والخير العميم والفضل الكبير. ولرئيسنا نقول سدد الله على الحق خطاك، وجعل فرج هذه الأمة على يديك، وأعانك على ما حملك، وكل عام وأنت بخير. سيدي، ليس الموطن بين يديكم بموطن كلام. هذا اليوم يا سيدي يوم عهد ورجاء، أما العهد يا سيدي في بيعة العقبة الثانية كان ممن تكلم السيد الجليل أسعد بن زرارة
فقال: سل يا رسول الله لربك ما شئت، ثم سل لنفسك بعد ذلك ما شئت. ونحن اليوم يا سيدي في موطن الاقتداء برسول الله وصحابته الكرام، نقول: قد بايعناك شيخا مربيا، ونجدد في هذا اليوم عهد البيعة، ونجدد الولاء بصدق وإخلاص إن شاء الله. فأقول باسم هذه القلوب جميعا: سل يا سيدي لربك ما شئت، ثم سل لنفسك بعد ذلك ما شئت في هذه الساعة. فوالله لأنت أغلى من الوالدين ومن الأولاد ومن المال ومن الدنيا بما فيها، وأغلى من الأرواح في الصدور. أما الرجاء فرجاؤنا يا سيدي أن يكون حظنا في قلبكم ومن قلبكم كبير، وألا تتخلوا عنا في الآخرة كما لم تتخلوا عنا في الدنيا. سيدي إخوانكم وأحبابكم قلوب متعطشة، وآذان القلوب مفتوحة قبل آذان الرأس لتسمع ما توجه وتتكرم وتتفضل. جزاكم الله عنا خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولكنه ما ذكر على ماذا كان في البيعة. كانت البيعة التي بايع عليها النبي عليه الصلاة والسلام على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكرة، على السمع والطاعة في العسر واليسر في المنشط والمكرة. هذه من بنود المبايعة التي حصلت. ثم قال: سل لربك وسل لنفسك. أما لنفسي فسامحكم الله بكل حق لها، لا أريد لنفسي شيئا من الحقوق أبدا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يطلب لنفسه أن يحموه حتى يبلغ دين الله، فهذا بفضل الله موجود ولا نحتاج إليه بتوفيق الله. بقي علي حق الله، حق الله وحده وحق رسول الله. لا أريد منكم أكثر من حق الله وحق رسوله. أما حق الله تعالى فالمساعدة بكل نشاطكم في نشر دين الله، وبذل الجهد منكم
شريعة الله، مخلصين لله، صادقين في تبليغ دعوته. وأما حق الرسول الأعظم صلى الله تعالى عليه وسلم فهذا أمر صعب عليكم، ولكن على المحب يسير وسهل. إن أحببتم الرسول صدق الحب كان سهلا ويسرا، وهو التخلق بأخلاق رسول الله. التخلق بأخلاق رسول الله، لا أريد منكم غير هذا. اثنان لله وواحد لسيدنا رسول الله. اثنان لله أن تقوموا دعاة مبلغين ناشرين لدين الله، وأن تتخلقوا بأخلاق رسول الله. هذه الأمور الثلاث إذا أردتم تطبيقها في نفوسكم فلا أطلب منكم أكثر من المستطاع. عندما يكون المجلس أن تبادروا أنتم ومن معكم لحضور المجلس، أكثر من ذلك لا نريد. فمثلا مجلس يوم الجمعة بعد غد إن شاء الله إذا أحيانا الله عز وجل، مجلس يوم الجمعة هو مجلس شيخنا، فالمفروض أن نحافظ عليه كمحافظتنا على حياتنا وأرواحنا. الطلب أن تكونوا حاضرين في أول المجلس أنتم وأحبابكم، أنتم وجماعتكم. والمجلس عم يخلص الدرس قبل الأذان بنصف ساعة. بنصف ساعة تستطيع أن تصل إلى مسافة 20 كيلومتر. قوم قبل ربع ساعة، قبل 3/4 ساعة اتصال إلى قريب درعا. أن تحافظ على مجلس شيخنا. وأغلب الأوقات سيكون الدرس إن شاء الله لنا ممكن أن يكون درسين أو ثلاثة للشيخ ودرس للشيخ بشير. فالمفروض أن نحافظ المحافظة، وهذا الذي تقصرون به جميعكم إن لم يكن أغلبكم. التقصير عن هذا اليوم بالطبع، تقولون أن عندكم خطبة الجمعة، وذكرت أنا في المجلس السابق قلت الخطيب الموفق من يكتب الخطبة في يوم السبت والأحد وبيكررها في الاثنين والثلاثاء، صححها يوم الاثنين وبيكرر عليها الثلاثة والأربعاء والخميس ويوم الجمعة، بيطلع كأنه حافظها. هذا الخطيب. أما الذي يكتب الخطبة يوم الجمعة هذا ليس بخطيب ولا يعتمد على خطبته، بل هو بنفس الذات يخطب ولا يدري ماذا يتكلم، ويتكلم ولا يعمل بما يتكلم، لذلك لا ينفذ كلامه ولا يؤثر في المجتمع حكمه ولا دعوته. فالمفروض أن تكون الخطبة مكتوبة محفوظة. يوم الجمعة نأتي نفرغ قلوبنا لله، من الساعة 9 نجلس نزور شيخنا، 9:10 يقرأ الختم، 10 يبدأ الدرس، يبدأ الدرس 10 ننتهي الساعة 11:15
إذا خلصتكم بتلحقوا بذلك منكون أولا ضمننا يوم الجمعة، ثانيا ملأنا قلوبنا ممكن أن تأتيك أحاديث أو شيء تحتاج في الخطبة. في بعض الأخوان يتأخروا للدرس، ليصير الدرس بياخذ الدرس بيطلع بالطرق، شو سمع بالدرس بيطلع بالطرق، هذا خطيب غير صالح. السنة 52 أسبوع بدك تهيئ 52 خطبة، كل خطبة بفن، كل خطبة برقم، كل خطبة بهدف، كل خطبة إلها. أما تجي نسمع الدرس طلعنا خطبنا، لا أنت ترويت من الدرس ولا كمان اللي سمعوا ترويت. فيا أخواني ما بدنا منكم نحن أكثر من الحضور للانتفاع. يوم الخميس في كثير منكم عنده حلقات، حلقة بوجود الدرس ما عرفناها بحياة شريكنا، بوجود الشيخ والدرس. انت عندك حلقة، هذا الدرس العام، هذا درس ترويح القلوب، هذا درس توجيه الأرواح، تكون انت مشغول فيه او ما لك فاضي تجي. هذا انا اعتبره لقد جئتم شيئا إدا، هذا خطأ كبير. مجلس الشيخ وأنت مشغول عنه، ولا أريد أكثر منكم أنتم أخوانكم، لو كل واحد منكم يعني من حواليه 10 بتعبوا الجامع، ما بدي أكثر منه. يا بتجي لحالك، يا إما أنت ما بتجي وجماعتك ما بتحكي له كمان ثانيان ما بيجوا، فعلى إيش بتكون تبايعوا؟ يا ترى هل البيعة صارقة على السمع والطاعة وفي المنشط والمكره؟ هكذا الصحابة بايعوا رسول الله، وهذا لكم وليس لي وليس لنا، هذا للإسلام، أن تتفقه وتتعلم وتأخذ بفضل الله مما أكرم الله لتحمل دين الله في عملك وفي حياتك. لذلك الناجح فيكم الآن اللي عنده على الأصابع، على أصابع يد واحدة مو على أصابع يدين، الناجح فيكم يلي رضيان بالإمامة صلى، واللي رضيان بالخدمة، واللي رضيان بالأذان، لا ما هذا الطريق. طريقنا حمل دعوة الله، حمل الإسلام. وأول ما قلت أنا أسامحكم بحقي فلا أريد منكم حقا، إنما أريد الإسلام، خدمة دين الله، خدمة شرع الله، تبليغ الإسلام، التخلق بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقا ووفاء وإخلاصا وإنتاجا وعملا، هي الدعوة. فعيد معلم، عيد معلم لما أنت بتنفذ أمر المعلم عملت عيد معلم، عند تنفيذ أمر المعلم أنت أحببت المعلم، عند تنفيذ أمر المعلم أنت أخلصت مع المعلم. أما إذا سمعت ولم تبلغ، سمعت ولم تعمل، سمعت ولم تتخلق، فالمعلم ليس له في قلبك مكان. ولو حضرت لا تضحك على حالك، وأنا ما بحب المداهنة، لا تضحك على حالك، أحببت لكنك لم تتخلق ولم تعمل ولم تبلغ ولم تدعو، أي حب هذا؟ هذا حب الأوهام. أما حب الإيمان، الحب الذي تحمل فيه مع معلمك، تحمل الدعوة. لما كان شيخنا رضي الله عنه وأرضاه كان
يوم الخميس الدرس، هل احد منكم عرف مني انه عملت درس يوم الخميس بوجود شيخنا؟ ولا تلاتة. درس الشيخ ما في درس، فما شاء الله حولك انتوان درس الشيخ تعمل بساوي درس. فمن إلا زبزبت قبل أن تحصري، سويت حالك البيت بوجود الشيخ يا ابني، ما في درس. انت واللي معك تجي على الدرس. لما كنا ننزل الدرس كنت اخذ كل المجموعة معي، جامع كل اللي هو كان يطلع معنا على الجامع. هذا الحب يا ابني. أما الحب أن تأتي وحدك أو أن لا تنفذ ولا تطبق، فأنت عم تضحك على حالك، ما عم تضحك على الشيء، عم تضحك على حالك، عم تضحك على إيمانك، عم تظن حالك أنك إنسان بلغت الإيمان أو درست الشريعة، لكن الحقيقة أنت درست لورق، أخذت شقفة ورق، هذا اللي ضلالك. لذلك ما حدا عم ينتفع على إيدك، ولا حدا عم يتبلغ على إيدك، ومرة شايف حالك تعبان، ومرة شايف حالك إنه مالك أهل، ومرة الناس ما حدا بيحضر عندك، لأنك لم تخلص ولم تصدق. بعد فضل الله وتوفيقه، وكلكم تعلمون بحياة الشيخ رضي الله عنه وجزاه الله عني وعنكم أفضل الجزاء، هل كان مجلس من مجالسنا يحضر 10-15 واحد؟ هذا بحياة شيخ، بحياة شيخ بعد فضل الله عز وجل. ولما شيخنا وكلني بالتدريس مرة الأولى والثانية والثالثة، لما وكلني بالتدريس وصرت درس، هل الجامع فرق بتدريسي أم حافظت على الجامع بعد فضل الله وتوفيقه؟ فيعني لا تظنوا أن مجيئنا إلى المعلم هو المعبر على أنه جايين نعيد على المعلم. يعني بدي أعيد على المعلم، بدي يشوفه دائما في مجلس العلم، بده يترك شغله، بده يترك أهله، بده يترك إخوانه، بده يجي يحضر المجلس، وبده يجيب إخوانه. هذا يعني المحب. فيوم الجمعة المفروض من الساعة 9 نكون كلياتنا في الجامع. أنا 9 بنزل لتحت المقام، عم بقعد بالمقام من 9 إلى 9:30 أو 10 للتلت، عم بطلع لفوق بكون الله يرضى عليه بدأ أو رح يبدأ بالختم، بحضر الختم ثم بعدين بيبدأ الدرس. أنت وين بتكون هذيك الساعة؟ يا نايم، يا عم تاكل، يا عم تفكر وين بدك تطلع سيران، وين؟ وين بيعت المعلم يا ابني؟ أنا أعطوني نصكم ما بدي كلكم، أنا برضى بنصكم يخلص مع شيء النصف. ووالله لأنتجن على إنتاج الآن على 4 مرات، النصف منكم لو صدر. فأنا ما بنغر يا ابني بالكسرة، أنا بدي إنتاج، أنا بدي عمل، أنا بدي إخلاص في العمل، أنا بدي صدق في العمل. وقت اللي بيكون المجلس أن تكونوا في مجلس كلكم. الآن بصير مجلس ولا في حدا، ولا في حدا. الله عز وجل يعفي عني وعنكم، انتم بتعرفوا حالكم من غير ما تقول فلان وفلان، انتم بتعرفوا حالكم. وقت الدرس وين عم تكون؟ بجامعه عم تصلي؟ ليش فلان وكل واجا حضر؟ ليش انت ما حسن تتوكل وتجي؟ ليش فلان ركز حاله واجا؟ ليش انت ما حسن؟ معناتها لهلا ما لسه بجامعه لهلا ما حسن تأمن مين ياخذ إمام بدالك. لهلا ما علمت واحد قراءة الفاتحة مشان يوقف يصلي بالناس، فمعناتها شو اشتغلت؟ يلي قاعد بالجامع سنة وسنتين وما هلا ما في واحد لو جاي محلك يقرا الفاتحة، معناتها شو تعليمك؟ شو إرشادك؟ شو دراستك؟ شو عملت؟
حضور وليست البيعة سماع. البيعة صدق وإخلاص، البيعة تفاني تفاني. أن النبي شو قال عليه الصلاة والسلام؟ أن تحموني مما تحمون منه أهليكم وأولادكم. ما هي؟ تحموا الدعوة، تحموا الرسالة. أنا ما بدي الحالي، بطلع وفوت ما في حدا بعد فضل الله، لله الحمد. لكن بدي تحموا الرسالة. فالآن أنتم هلا بتعملوا مشايخ درس الخميس عشية، كم شيخ اللي عم يحضر؟ شيخ محمود؟ ستة سبعة، خلينا نكون واقعيين، ما قلنا وصلوا للعشرة، وإذا وصلوا للعشرة أنتم كم واحد؟ طيب هالعشرة اللي حضروا حضروا، وأنتم ليش ما حضرتوا؟ شو العذر تبعكم؟ العذر لا تأخذنا، إيماننا ضعيف وحبنا ضعيف، لذلك عهدنا معك ضعيف لا نستطيع أن نعارض. وأنا ما عم بعمل لكم عهد وبيعة، لأنه بعرف اللي بدي عهد ملاك يا سنيور، وهي عيب فيها الكلمة أنه مع الأحباب ما في مين يوفي معاشيرنا، بنفدي أرواحنا. لا ما بدي تفدوا أرواحكم، بدي تعطوني وقت فقط، وقت لتنتفعوا أنتم. وفضل الله الله عم يبعث شيء، لله الحمد والشكر. أرجو الله تمام الفضل والنعمة، أرجو الله تمام الإكرام والإنعام. أما يجي شيء بعض أوقات لا عم تشوفوا بكتاب ولا عم تشوفوا، بعد فضل الله، هذا من فضل الله علي. إخواني عيد المعلم، أنا والله ما لي عرفان في عيد المعلم، جاي على أساس المشاهد المجتمعين قابل، يعني قالوا لي المشاهد المجتمعين. على كل عيد المعلم حابين يا ابني تكونوا أنتوا إخوان المعلم؟ حابين؟ هذا الكلام بدي أشوفه في الدرس، بدي أشوفه بمجلس الخميس ومجلس الجمعة. هذول المجلسين ضروريين لكم. مجلس الجمعة قبل الجمعة عطيت حياة سيدنا موسى بترتيب بعد فضل الله. الدرس الماضي بدأت ببعض جاي هلا تكميل الآيات، عم يجيبهم فيها عدة أمور جديدة. درس الخميس عشية عم يجيبكم فيه كمان عدة أمور ما موجودة بالتفاسير. شيخ عمر سألوه لما عم أورجيه التفسير الآية، أنا عم بكتب عليها صحيفتين التفاسير ما كان عليها سطر، في منها الآية النوب مذاكرينها، اليوم ورجيتها الآية النوب مذاكرينها، تفسير فسر اللي قبله واللي بعده والآية مذاكرة. يا ابني اشكروا الله على هالنعمة، والله يجزي عني وعنكم شيخنا افضل جزاء يلي رباني لكم، وبتوفيق الله يلي الله اكرمني بشوفوا الاخوان. والله بعض اوقات من قبل الفجر بقعد ورا المكتب، من قبل الفجر بيأذن الفجر وانا قاعد عم بكتب الى العشاء، مثل الجمعة لما بكون عندي سفر فيها، سبت وأحد من قبل الفجر لبعد العشاء وأنا قاعد في المكتب. أما أنخل من الكتب ما يتناسب مع الآيات، ولما بقعد بكتب عم بكتب من غير كتاب، عم براجع الكتب ما عم لاقيها، عم بقعد بكتب بإيدي. إن شاء الله ربي بيجعلها في موضع القبول، ولله الحمد والشكر. وأرجو الله أن يكون هذا التفسير هو تيسير لكل طلبة العلم،
بعد فضل الله يكتب على وضوء، وما كتب فيه بعد فضل الله كلمة إلا وعلى وضوء. لله الحمد والشكر. بعد فضل الله أرجو الله أن يجعله مخلص خالصا لوجهه الكريم. فأنتوا يا أخوان، وين بقى البيعة؟ أن تكون بإخلاص الحضور. هذا بقول عندي حلقة، ثاني عندي جلسة، بين أربع خمسة قاعد عم يعمل سهرة وعلى شرب شاي وعلى حكي العامل جلسة، ترك الدرس من شهر خمسة وستة وسبعة، بده ياكل بده يتعشى وبده يضحك، ما له فاضي يجي على الدرس. هذا ما هي الأخوة، ما هي الأخوة اللي بده يكون أخ يتربى قبل الدرس بدكم تكونوا أنتوا قاعدين، أنتوا كلكم بتعرفوها فيه. لما يكون مجلس شيخنا رضي الله عنه وأرضاه، شيخنا يجي أول ولا أنا أكون أول؟ ما بعرف بحياتي تأخرت إلا مرة أو مرتين، كان شيخني بعتني بمشوار، والمرة اللي جيت الثالثة لحالي متأخر ما رضيت أقدم لأنتها. مرة ثالثة غلبتني النوم فزيت، جيت لقيت شيخ قاعد على الكرسي ما فتحت على الجانب. وين قعدت؟ بين النعال. حاولوا الاخوان تقلدون المتاخر ضم مكانه، وقعدت بين النعال، النعال فوق راسي وعلى جنبي هون محل المتاخر، ما قدم نجي. وكان اول ما قعد الشيخ على الدرس، فاذا انت ما عم تجي من نوم وين بدنا نحطك؟ وين محلك بده يكون؟ يا ابني عم نغش انفسنا وننسب لانفسنا اننا اخوان الشيخ. اخوان الشيخ يا ابني بدكم تكونوا على همة الشيخ، على استعداد الشيخ، بدكم تكونوا على المستوى اللي انا بشيك مع شيخي فيه، حتى عشان بفضل الله احمل الدعوة. الان اذا كان انا بالله بقيت جبتك اخوان ما الجلسة، لكن ارتفع ضغطي فيها ل 18، والله ل 18 ارتفع ضغطي 18 وزيادة. بتقعد انا عم فكر يا ترى شو مصير الدعوة بعد وجود الشيخ؟ شو مصيرها؟ يا ترى هل بتتم من مسيرة ولا انقطعنا؟ وانا اقول لكم انتم اللي قاعدين هلا، انتم اذا الشيخ توفى ربعكم ونص الربع ما بيحضرش، كل واحد بيتفق لحاله. بينما لو كنتم مخلصين وصادقين بالدم ملازمين على المجلس ما دام في من يقوم به، هذا الوفاء. انا الى الان لولا السفر ما بترك درس، لكن السفر اذا بدي اسافر بعد الصلاه ما بوصي، خاصه لما تكون الوقت ضيق ما بوصي. ان الجمعه عندي درس، والسبت درس، والاحد درس صباحا، درس مساء، غير الجلسات بالنهار. والله حلب ما بعرف فيها غير من البيت للجامع. صفتوا مرة أخذوني مثلنا مشان جابوا شوية زعتر ورجعنا، أكثر من هيك ما بعرف، ما بعرف بحلب شيء باللاذقية، ما بعرف غير الطريق، واللي بيطلع معي بيعرف ماني فاهم. هالطلعة انطلقت للاذقية، قريت فيها ثلاث كتب. الكتاب الأول 149 صحيفة، الكتاب الثاني 160 صحيفة، الكتاب الثالث 175 صحيفة. عدوهم عدوهم قديش بيطلعوا؟ هذول بقديش؟ طلعت الجمعة من هون نزلت صباح الثاني، ثلاث كتب وطب وعلم وميكروبات
50 أريدهم مع التعليق. يعني أنت هون بالبلد شو قريت؟ بدي اياكم يا ابني تكونوا رجال العمل، رجال الدعوة. بدك تتكلم بيكون في عندها ذخيرة، أما إذا ما في ذخيرة شو بدك تتكلم؟ يلي عم يتعب عم يشتغل. أي أستاذ محمد الله يرضى عليه، الشيخ محمود، الشيخ عدنان، الشيخ عبد الكريم الله يرضى عليه، الشيخ عبد الستار، الشيخ خالد، الستة سبعة، هدول اللي عم يشتغلوا. بقى شو الإنتاج تبعكم؟ ممكن واحد يكون عندي درس درسين، طيب وين ولادك؟ عم يحكيني اليوم الأخ بشر الله يرضى عليك، قال لي كنت كل ما فوت لعند شيخنا يلي ياخذني يبوسني بوسه من راسه، قول له إني أنت وأحفادي وما في أغلى من الولد إلا ولد الولد، الشيخ رجب ابني وأنت وأحفادي. قديش الشيخ عم يفرح بابن الابن، فانت وين ابنك؟ وين اخوانك اللي دعيتهم؟ ما تجيبهم على الدرس، بس عندك تساوي لهم الحلقه، تساوي لهم الدرس بالجامع ومع السلامه. هذول انحسبوا عليك فقط، هذول ما لازم ينتفعوا من شيخك، ولا لازم يتعلموا من شيخك، ولا لازم يرتقوا مع شيخك، انت رح تكون شيخهم والله يبارك لك فيهم. بس هاي اللي عم يصير. فيا هل ترى هالدعوه بعد الشيخ شو بدها تكون؟ انا مالي مخلي شيخنا رضي الله عنه وارضاه الى الان ما مصلي متوفي ولا بيقيني؟ لا ما متوفي بيقيني، ما متوفي. وكل ما بتقول شيخنا بعرف انه طلع على عرس، طلع على عرس ما توفى. فيا ترى انت شو مخططك بعد وفاة الشيخ؟ هلا اذا كان الشيخ ما موجود بكتب ما بتحضر، وكلكم اخذتوا كتاب وصيتي وقريت وصيتي وقرات وصيتي للابن الروحي، قريتوها ولا لا؟ طيب شو قريناها وتركناها؟ يا اخواني انا بحب صحيكم شوي، اصحوا لا تغتروا بالحكي، لا تغتروا بالمجالسه، ولا تغتروا بالكلام، خلينا نكون رجال اعمال، رجال انتاج، رجال سمر، نثمر ايمان، نثمر هداية، نثمر أخلاق. هذا المؤمن يا أبي، هذا المؤمن. لك والله ما كنت، والله لو تشوفونا لما كان شيخنا، كان شيخنا بالنهار يساوي 5 أو 6 دروس، والله ننتقل ورم منه من جامع لجامع، من جوبة إلى بعد العصر بجوبة، بعد المغرب بجامع دك الباب، كان دك الباب بعرنوس، من جوبا لدك الباب، من دك من العصر هون بعد المغرب هون بعد العشاء بالشاغور، نطلع من محل لمحل حتى ما نفوت علينا درس الشيخ. إيه هلا ما في عندنا غير درسين لك يا ابني، عم نقول لك الدرس الثالث الله معك، الامر يوم ما جي الله معك جد. هذه حاجة يعني بيجي بتبع لحال، بس هدول الدرسين أساسياتك، هدول درس شيخنا مو درس، هدول درس شيخنا، مع أنه يوم الثلاثة درس الأبوي درس شيخنا، شيخنا اللي حكى فيه ورئيسنا اللي عمل فيه، ودرس الثلاثة درس الشيخ، درس شيخنا هذا. كمان المفروض كل الإخوان يلي من المرجع إلى الست، من المرجع إلى الست إلى فوق
الميدان إلى مسجد عبد الستار الكسوة لازم يوم الثلاثة كلهم يصبوا بالجامع. كلهم لازم يصبوا بالجامع. ومع ذلك الجامع مع النساء. الله معكم يعني ما بي الله معكم. يعني ما الله ما خلى المائدة فاضية. ربي عنده من الفضل كثير. الجامع عم يتعب. هذا فضل الله. لكن اللي عم يخسر لحاله. عم يخسر لحاله. بعض اوقات كلمه واحده بتراجع فيها قديش ما بتلاقيها. كلمه واحده بتطلع بالدرس بتحل لك مشكله الايه كلها. كلمه. الله يهدينا واياكم. هذا كتنبيه بالنسبه لكم لهلي بده يبايع يورجيني البيعه عمليا، لا يورجيني البيعه انه والله انا رفعنا ايدينا وعابدنا. ما بدي ومن نكث فانما ينكث على نفسه. لا ما عاد بايع حتى ما يقع الانسان بهالمشكله هي، انه ما عم يعرف الناس ما هي البيعه. البيعه يا ابني هو عهد، عهد ديني لا يترك ولو كان على الروح. يلي كانوا يعرفوا العهد قبل الإسلام كانوا يعرفوا العهد، وبعد الإسلام ما تركوا العهد. السمو قال ندبح ابنه وما أخلف الوعد. دبحوا له ابنه قدامه وما أخلف الوعد. هذول قبل الإسلام. فكيف بالإسلام يعني؟ أما نحن من عاهد اليوم ثاني يوم ننقض العهد. كم مرة عهدنا نقضنا عهد؟ لذلك كل واحد ممكن بده ينتسب الانتساب الحقيقي لقلب الشيخ. الكلمة اللي حكاها الله يرضى عليه الشيخ محمود أنه أن نكون في قلبك، أن نكون معك. يعني بده يكون معك بقلب الشيخ، بده يكون مرتبط بشيخ، بده يكون مع شيخ يعني. أما شيخك بوادي وأنت بوادي، أنت مالك مع الشيخ. انت بدك وجودك، بدك نفسك. انت عم تطلب وجودك، ويا ريت في لك الوجود. اخوانك يا ابني بيصيروا قوة لك لما بيصيروا مع شيخك. لكن مثل الشيخ لما اجى لعندي وحكى لي مع المشايخ، قال لي انت الاخوان والمشايخ حواليه إيه لما عم تيجي تحضر نفس الشيخ تنقص بعيونهم، تنقص بنظرهم، انه انت عم تحضر الناس، انت تلميذ صاير لساتها إيه يعني؟ قلت له دول الشياطين وقلعتهم من بيت. ولو بيكون اهل السماوات واهل الارض مريدين عندي، قلت لهم خدي ما بيرتفع لتحت مع الشيخ. هذا الاخلاص يا يعني. هذا الصدق. وما تركت بعد شيء بعد فضل الله، بعد فضل الله. ولو سلموني الكل لاستلمت الكل. ما تركت مجلس من مجال الشيخ ده. والحمد لله. اي درس الاموي بعد فضل الله كان شيخنا قال لي ممكن كان يروح مثلا. دائما شيخنا يقول لنا درس الاموي. درس الاموي شلون درس الاموي؟ مين درس الاموي؟ شلون عم يحضر درس الاموي؟ كان يرعاه بروحانيته. ولا تزال الله يجزي عني افضل الجزاء بروحانيتي. فدرس الاموي عم يحضر لله الحمد والشكر. اشكر الله على ما انعم واشكر الله على ما تفضل. لله الحمد والشكر. النساء يلي عدوهم بلغوا الى 6000 الا 18 وحده. النساء 6000 امرأة إلا 16 واحدة. هذول النساء الحين غير الرجال. ما إذا جيت ما بتزود الجامع، وإذا رحت يا ابني وانقصرت ما بتفضي الجامع. لكن أنت اللي ضاع عليه فضل مجلس العلم، لو ما تعلمت لو ما انتفعت بس فضل المجلس راح عليك.
هذا درس شيخ، ودرس الثلاثة هذا درس شيخ، والجمعة درس شيخ، والخميس درس شيخ. هذول دروس شيخنا أحييناهم. فشيخنا ما توفى، شيخنا ما انتقل، شيخنا لا تزال روحانيته موجودة. وفضل الله الكبير والصغير عم يحكي فيها بعد فضل الله عز وجل، انه جابر تعبر مثل ما كان في زمن، في زمن الشيخ. ما نادى الشيخ موجود لسه، الشيخ موجود. تحسين انت تقوم بالواجب، الله يوفقكم يعني الاخوان اللي ذكرتهم، والله يتيما اذا كان استلموا بدالي بيعبوا الجامع وبيتم الجامع بتوفيق الله كما هو عليه. أرجو الله أنه كلكم تكونوا على هذا المستوى، تخلصوا لله عز وجل في دعوتكم. هذا كتنبي. وأما كالرجاء الذي رجاء الله يرضى عليه يا شيخ محمود، الرجاء أرجوكم، أنا ما بدي أنتم، الرجاء أرجوكم أثبتوا أسماءكم في قلب الشيخ. أنت ثبت اسمك في قلب شيخك حتى ما ينسى، لا في ليل ولا في نهار ولا في دعوة ولا في حال، أن يكون دائما. أنت ثبت اسمك، أنت اسأل نفسك يا هل ترى كم مجلس لك مع شيخك؟ يا هل ترى شو المعرفة بينك وبين الشيخ؟ الصحبة بينك وبين الشيخ شلون؟ إذا صار في مجلس بنجي بنحضر، وإذا ما في مجلس ما جينا. في منكم ما جالس جلسة خاصة يمكن من 7 سنين، من 8 سنين ما أخذ جلسة خاصة مع الشيخ. هذا بيتحيل إنه والله الشيخ تعبان، ولا بيتحيل إنه الشيخ مجهول، ولا بيتحيل ليش الغير بدق تليفون ما عم يلاقي حيلة، وليش أنت عم تلاقي حيلة؟ هذاك عم بدق تليفون وعم بيجي بيحكم. انت لا بدق تليفون ولا سلام عليكم، وما بنجي الا وقت اللي بيكون في جلسه. في بعض منكم اللي كلكم هيك ما عم تجوا الا وقت اللي بيكون في جلسه. يعني احكي اكثر من هيك يعني شيخ محمود؟ تسمح لي احكي بقى؟ الله يسامحني ويسامحكم. اذا ما الشيخ دعاهم ما بيجي، وإذا ما كانت جلسة بس مشان ما يزعل منا الأستاذ محمد، مشان ما يزعل منا بتجي. جيتك ما لله، جيتك مشان ما يزعل منا. إيه ده بدك تخلص لله بتجي. أخواني دولو طحان ما بغبر على كلاس، ما لح تغبروا علي بكلام، لكن أنا عم نبهكم يعني. هذا تنبيه الأخ الشفوق على أخوه، هذا تنبيه مشان أنتوا تنتبهوا يا أبني. والله لا حتضيعوا. هلا في بعض الأخوان عم يقولوا أخ شيخنا خسرناه، خسرناه. أنا أقول الحمد لله ربحت شيء، ربحت شيء، ربحت رضاه. ما كان يلتفت يمين ولا شمال إلا يضع الشفاه. فضل الله وكرم الله ربح شيخ. وإلى الآن لما بنزل بزوره بنزل والله بجلس معه نتحدث، وعند ما بدي أطلع بستأذنه، بستأذنه للدرس ويأذن لي. يا ابني شغلي ما كلام. انت عم يمر عليك يا احبابي، عم بحكي لكم وقائع، وانتوا اللي بيقول اني لا يا شيخي ما مضبوطه. والله بفرح اذا بتقول لي مو مضبوطه. يا ابني عم يمر عليك الشهر والشهرين وثلاثه، واذا ما قلنا سنه ما بتشوف شيخك بالمنام مره. ويلي ما عم يغيب عن شيخه ولا نفس نفس،
فما هو بينك وبينه؟ وين الحب؟ وين الحب؟ إذا تحركت لاحظ شو اللي عم يتحرك. حركة إذا تحركت لاحظ شو اللي عم يتحرك. مين اللي عم يمر عليك يا ابنيتي؟ شهرين وثلاثة وأربعة ما عم تشوف شيخك في منامك. معناتها ما جاي لبالك. ما جاي لبالك. ولا عم يخطر ببالك. بينما أن المحب ما عم يفارق حبيبه. فشو شو هالحالة ذلك؟ وعم نقول إنه نحن كلياتنا بنحب. ما بحب، أنا جريح. في منكم بينجرح بالكلام. كمان إذا الشيء بده ينبهه دلملي إذا بدنا نفقي لك إياها كمان عم نقول آه وما عم ما عم ترضى. يعني صفيان إيمانك على إيش؟ يا إخواني أنا ما عم طالبكم بأكثر من دين الله. أنا ما بدي نفسي، بدي أنتوا تنتفعوا بدين الله بوجود الشيخ. بوجود الشيخ. يعني أنت الله يرضى لي عامر كنت راكب معه بالسيارة. أنا عم بسأل شلون الولد؟ قال لي الله يطول عمرك ليكبر ابني وياخذ عنك شوي. ياخذ منك شوي. هذا عم يفكر ابنه ينتفع من الشيء. بس ابنه صغير وانت ما عم يجي لبالك تنتفع من الشيء. هذا غير يا ابني زبيل لكون مقاتكم وينه. مين ممكن عم يجيب ابنه على الجامع؟ عبد الكريم عم يجيب ابنه. بيخليه بالجامع وبيطلع. خلي ابنه بروح مع امه. قديش عمره الولد الله يرضى عنه؟ 10 سنين. بيتركوا بالجامع عند الشيخ. وين ولادها؟ إذا ابنك بدي ابنك فيكم واحد واحد. ولادكم وين؟ ولادكم عم يتعرفوا على الشيخ ولا عم يتعرفوا على رفقات ثانية؟ بال 20 سنة اللي مضوا أبناء المشايخ كلياتهم كانوا إما بين شيوعي أو إخوان مسلمين. هدول ولاد المشايخ اللي كانوا في الشام. يا اخوان مسلمين يا شيوخ. هدول ولاد المشايخ. ولادكم هيك بدكم اياهم يطلعوا انتم؟ ولادك ليش ما بتجيبهم معك على الجامع؟ ليش ما بتعرفهم على الشيخ؟ يا ابني كم واحدة بدي احكي وبتقولوا لي عيد معلم. هذا عيد معلم ولا عيد جرح؟ بقلب الشيخ هذا. غفر الله لي ولكم. سامحكم الله وأرجو الله أن يعوضكم بهمة عالية ومسيرة صادقة وإخلاص في دعوة الله وحمل لتبليغ شريعة الله لعلنا أن نلقى الله وهو علينا راض. أما إذا نكون كما نحن عليه الآن فوالله ما في شيء يرضي. يلي بيسعد ابني يسعد الله بيرضي. ويلي بيرضى شد همته حتى يكون رجل المسيرة رجل الدعوة. وإلا فالحياة كلياتها عم تمضي وعم نضيع على حالنا الحياة. وبكرة نقول آه يا ريت. كلمة يا ريت عمرها ما عمرت. غفر الله لنا ولكم وجعلنا وإياكم من أهل الصدق والإخلاص في حمل دين الله. اللهم اجعلنا أهلا لحمل دينك واجعلنا أهلا لتبليغ شريعتك. اللهم حقق على أيدينا هداية خلقك واجعلنا اللهم من الصادقين في معرفة كتابك في التخلق بأخلاق نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وأحبابنا وللمسلمين أجمعين. والحمد لله رب العالمين. سابقوني أرجو الله أن تكون لوجه الله تعالى وليس لي منها شيء.